الا كنتي اول مره كتزور القناه ديالي، ما تنساش تابونا للضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد من عندي. السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي نشارك معكم بسيطلات صغار بدون ورقات البسطيله، بعجينه سحريه بدون دلك، غتعجبكم الطريقه ديال الدليك ديالها. كيجيو مقرمشين كما سمعتوا، هنا كما سمعتوا القرمشه ديالهم كيجيو غزالين، حشوه اقتصاديه. وطريقه العجين اللي غادي تخليكم ترتاحوا من بعد اليوم، ما غاديش مازال تدلكوا العجينه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نحضروا العجينه. عندي 500 غرام ديال الدقيق الفورص، غادي ندير عليها شويه ديال الملحه، كندير غير شويه ديال الملحه، كنكتروش لان حتى الحشوه كتكون حتى هي مالحه. خماره واحده من فئه 8 غرام، وغادي نجمع بالماء بارد، يمكن لكم تضيفوا معلقه ديال الخل. انا كنجمع بالماء بارد من الروبيني، غير كنجمعوا العجينه ما كندلكوهاش. ناخذت ليا واحد جوج كيسان ديال الماء. هنايا الماء غادي يبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملتو. كتحصلوا على العجينه اللي رطبه، ما تكونش قاسحه. انا كنضيف انا الماء بشويه بشويه باش ما نضيفش الماء دقه واحده وتصدق العجينه جاريه. كنضيف الماء شويه بشويه وانا كنجمع العجين تتجمع. غادي نحيدها من داك الإناء فاش دايراها، وغادي نحطها فوق البوطاجي، وغادي نحاول ندخل فيها داك الدقيق مزيان ينسجم. فقط نص من دقيقة حتى ما كاملة، حتى 25 ثانية صافي كنجمعها. كما كتشوفوا راه ما مدلوكاش، كيبان لكم غير من الململس ديالها. غادي ندهنها بشوية ديال الزيت، غناخد السلوفان أو أي بلاستيكة، غادي نلوي فيه داك العجين الطريقه اللي كتشوفوا معايا. فايت ليا شاركت معكم هذه الطريقه العام الاول واحد الفيديو ديال المحنشات. هذه الطريقه كتهنيكم في الدليك. صافي كنجيب الكوكوت اللي كيكون فيها الماء اللي سخون، سخون تطلع البخار ديالو. غادي نجيب الكسكاس ديال الكوكوت، غادي نحطو في وسط الكوكوت، وغادي ناخذ العجينه غادي نحطها، وغادي نسد عليها، غادي نسد الغلاقه، وغادي ندير الصفاره، وغادي نخلي هذا العجين في الكوكوت تنصيب الحشوه. عاد نرجعوا ليه باش تشوفوا معايا كي ولا. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، غنقترح لكم هنايا حشوه. هنا عندي جوج قرعات خضرين محكوكين، جوج خبز زوات محكوكين كذلك، واحد فلفله حمراء مقطعه مربعات، قزبر معدنوس، بصله كبيره اللي مشلضه. عندي واحد 100 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي كندير الماء في كاسرون حتى يطيب، كندير فيه ورقه موسى، من بعد كنخوي فيه الشعريه الصينيه ونخليها ترطب فيه واحد 5 دقائق. بالنسبه للتوابل، عندي نص معلقه التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار، واحد ضمه البنه كتبقى اختياريه، نص معلقه ديال قزبر يابس، نص معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، وجوج علب ديال الطون. اول حاجه غناخد داك الطون، غندير الزيت ديالو هي باش غنشحر ديك الحشوه. كما شفتوا معايا ما ذكرتش الزيت، الزيت ديال الطون اللي كتكون في الطون هي باش غنشحروا هاد الحشوه هادي. الا بغيتوا، الا ما بغيتوش كديروا الزيت العاديه. الزيت ديال الطون كتعطي واحد المذاق زوين للحشوه. كنحطها فوق البوطه، كنشعل عليها، وكندير عليها مليحه، شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار. الملحه ما تكثروهاش لان الطون مالح، وحتى ضمه البنه كتكون مالحه. هنايا غادي نضيف نص معلقه ديال الحار، كيبقى اختياري، داكشي علاش ما ذكرتوش في المقادير. صافي وغادي نشحر، غادي نشحر هاد الخضره مزيان تطيح ليا، غادي نضيف التوابل الاخرين. بالنسبه لضمه البنه، البنات اللي بغات تستعملها تستعملها، اللي بغات تستعمل الفرماج ما تستعملش ضمه البنه، اللي غتشال الحشوه مالحه بزاف، لان ضمه البنه كما كتعرفوا كتكون مالحه. لذلك اللي غادي تستعمل الفرماج تستغنى على ضمه البنه. هنا ملي تشحر ليا، ملي تشحرت ليا الحشوه، غادي نضيف عليها دوك جوج علب ديال الطون. انا عندي العلب صغار، ديروا وحده غير كبيره الا كانت عندكم. غادي ندخل داك الطون مزيان مع الحشوه الطريقه اللي كتشوفوا معايا، كنفرتتو حتى يدخل ليا مع الحشوه. كنزيد ديك ضمات البنه حتى الاخر، ما كنزيدهاش في الاول، هي وديك العطريه اللي بقات عندي، حيت العطريه اللي تحرقات مع الحشوه كتعطي واحد المروره للحشوه، كنخليها انا حتى الاخر عاد كنضيفها. هنا غادي نخلط مزيان داك ضمات البنه
تدخل ليا في الحشوه. غادي نضيف ديك العطريه حتى هي غادي نحركها شويه، وغادي ندير الشعريه الصينيه 100 غرام اللي قطعتها رقيقه. صافي غادي نخلط هاد الحشوه مزيان تنسجم ليا مع بعضها. كما كتشوفوا كي ولات معلكه، جات غزاله بزاف، والحشوه كتبقى اختياري. غادي نخليها تبرد، وغادي ندوزو العجين اللي درنا في الكوكوت نحلو عليه هنايا. من بعد ما طيبت الحشوه دابا غادي نحل على داك المسمن. فات واحد 35 دقيقه وغتشوفوا معايا كيف ولا. غادي تخدموا به كيف بغيتوا، غتجبدوه كيجي غزال بزاف هاد العجين، وكيهنيك في الدليك. لما كتعرفوا راه المسمن كيبغي العجين ديالو يتدلك مزيان مزيان باش يصدق المسمن غزال بزاف. هنايا بهاد الطريقه ما كتحتاجوش تسلكوا، غتشوفوا معايا شوفوا العجينه كي ولات كتجبد بداك السخونيه اللي كتكون في الماء، هي اللي كتدلك العجينه وكتجبد بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. شوفوا ليا كي ولات مطاطيه، كتجبدوها كيف بغيتو، كتولي رطبه يا البنات. كتشوفوا معايا راه كتجبدوها كيف بغيتو. دابا غادي نشكل منها 6 الكويرات يكونوا تقاده وحده. غادي نقطعها كويرات يكونوا كبار شويه، غادي نخرج منها 6 الكويرات. هنايا غادي نقطع كويرات اللي يكونوا كما قلت لكم مقادين. هنايا ملي قطعتهم 6 الكويرات اللي درت فيهم، عبرتهم كل وحده فيها 150 عفوا 135 غرام كل وحده. غادي ناخذ واحد الطبسيل اللي دهنته بالزيت، غادي نحط فيه دوك الكويرات، وغادي نغطيهم بواحد البلاستيك واحد 5 دقائق غير يرتاحوا شويه. صافي مباشره غادي نخدمهم لان العجينه طالقه راسها وكتجبد، وممكن لكم تخدموا بها داك الساعات. هنا غطيت انا واحد 5 دقائق صافي، رجعت نخدم بها. بالنسبه لديك الزلافه عندي فيها الزبده مع شويه ديال الزيت، الزبده غالبه على الزيت. صافي كناخذ من الخليط ديال الزبده، كندهن البوطاجي وكنسرح الكويرات ديالي الطريقه اللي كتشوفوا معايا، بالطريقه باش كنديروا المسمن العادي. كنحل الكويره الاولى، كنحلوها تكون رقيقه، وكنحلها تكون كبيره لان الكويرات كبار، كنحاولوا نحلوهم رقاق وفي نفس الوقت يكونوا دائره كبيره. كما كتشوفوا هنايا انا كنجبدو من الجناب، وغادي نحلها بالطريقه اللي كتشوفوا معايا حتى تولي رقيقه بزاف. حتى كتشوفوا معايا البلاصه فين كنخدم راه كتبان في المسمن. صافي وغادي نطويها مربعه بطريقه باش كنطويو المسمن. انا بالطريقه اللي كتشوفوا معايا كنطويها على جوج، من بعد كنطويها على اربعه، كنحطها على جنب. كناخذ كويره الثانيه كنسرحها بنفس الطريقه، كندير شويه ديال الزبده اللي مخلطه مع الزيت، وكنسرحها تكون رقيقه. ما تخافوش واخا تقطع لكم ماشي مشكل، لان غادي ندبليوهم كاين مشكل واخا تقطع لكم. صافي هنايا غادي نحل الكويره الثانيه بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. غادي نرش شويه ديال الزبده، وغادي ناخذ الكويره الاولى اللي درنا. كما كتشوفوا العجينه رطبه غير كنقيسها كتخدم. غادي نربع عليها العجينه اولا الكويره الثانيه، وغادي ناخذ الثالثه بنفس الطريقه كنحلها حتى هي على شكل دائره تكون رقيقه. كنديروا 3 الكويرات، كل 3 كنخدموهم في وحده كنحصلوا على جوج كبار الطريقه اللي كتشوفوا معايا. هنايا خديت منين حليت المسمنه خديت داك جوج اللي كانوا عندي، غادي نديرهم الوسط. من بعد غادي نطلع عليهم الجوانب بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، كنظن ان الطريقه مفهومه في الفيديو. صافي وغادي نخليه على جنب باش يرتاح، وغادي ندوز نكمل 3 الاخرين اللي بقاو عندي بنفس الطريقه. هنايا ملي كملتهم كما كتشوفوا حصلت على جوج مسمنات. دابا غادي نخدم الاولى اللي بديت بها، غادي ندهن البلاصه فين غنخدم شويه ديال الزبده والزيت، وغادي نسرح ديك مسمنه تكون كبيره بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. راه دغيا كتسرح لان العجينه رطبه. جربوا الطريقه ديال العجين وردوا عليا كيف جاتكم. هنايا غادي نحلها، ما كنحلوش العجينه تكون رقيقه بزاف، كنخليوها شويه السمك ديالها يكون غليظ بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. صافي هنايا غادي نجيب الجراره ديال البيتزا او الموس باش غادي نقطعها. هنا
هنا البنات دابا غادي نقطعها على 3 ديال المرات، وغادي نرجع نقطع منها 9 ديال الحبات. هنا هاد المسمنه وحده كتعطيكم 9 ديال الحبات، والمجموع كيخرج لكم 19 حبه. صافي كناخد غلاقه، من الاحسن تكون غلاقه لان الزلافه اللي درتو زلافه كتكون غارقه بزاف، وكتبع المرات كتقطع لكم العجينه. هنا خديت هنايا هنايا الغلاقه ديال واحد القرعه ولا غلاقه ديال الشوكولات، كندير فيها طرف ديال المسمن، كنعمرو بالحشوه وكنشكل بحال غادي ناخد نسد شي كموسه بالطريقه اللي كتشوفوا معايا. كنجمع الجوانب تنحصل على كموسه، وكنقطع داك الزوائد اللي كيكونوا عندي من الفوق باش ما تبقاش ليا العجينه لتحت. صافي وكنحطهم في واحد اللاطه. صافي وبهذه الطريقه هذه هي بانت ليا غليظه بزاف، راني كنرجع نسرحها شويه. صافي وكنعمرها بالحشوه، وكنجمع بحال غادي نديرو شي كموسه، كتجمعو من الجوانب بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع، كتحيدوا داك الزائد اللي كيكون الفوق باش ما يبقاش معجن، وكتضغطوا عليها شويه باش تاخد الشكل ديال الغلاقه. صافي وكنحيوها كما كتشوفوا، كيجي المنظر ديالهم بحال هكا، بحال بسيطلات صغار. كنحطوهم في واحد اللاطه، وغادي نرجع ندير معكم واحده اخرى. كتديروا مسمنه في وسط من الغلاقه، كتجمعوا الجوانب بحال غديروا شي كموسه بالطريقه اللي كتشوفوا، كتجمعوا داك الزوائد اللي كيبقاو عندكم كتحيدوهم، من بعد كتضغطوا عليها حتى تاخذ الشكل ديال الغلاقه. صافي وكتحيدوا كتحطوا في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. طريقه جد سهله البنات، نتمنى تعجبكم وتسهل عليكم الامور. صافي هنايا البنات ملي عمرتهم كاملين، هنا غادي ندهنهم بصفر بيضاء مع شويه ديال الخل باش يحيد لينا الزفوريه. وفي هذه الاثناء فاش كندهنهم، انا سخنت الفران على 300 درجه، وملي غادي ندخلهم غنرجعو على 200 درجه على عافيه مهيله، يطيبوا على عافيه مهيله باش يجيو مقرمشين. الا جهدتوا عليهم العافيه غيرطابوا دغيا، غيطيبوا دغيا يرطبوا لكم. الا طيبتهم على عافيه مهيله كيبقاو مقرمشين لمده طويله. صافي هنايا تقبتهم بواحد الكوغدو باش يتنفسوا باش ما يطرطقوش ليا في الفران، ودخلتهم على كما قلت لكم 200 درجه العافيه الفوق والتحت تتحمروا. واحد خداو لي واحد 40 دقيقه باش تحمروا. صافي خرجتهم، خديت الفرماج اللي درت معاه شويه ديال الخبز محكوك، غادي نديرو على النص ديالهم الطريقه اللي كتشوفوا معايا، وغادي نرجعهم للفران حتى يذوب داك الفرماج. والنص الاخر غادي ندهنو بالناباج وغادي ندير عليه اللوز ايفيلي كما كتشوفوا هنايا. غادي نرجعهم دابا للفران حتى يذوب داك الفرماج ونخرجهم. وهادو هما البسيطلات من بعد ما طابوا، جاو غزالين بزاف، نتمنى تجربوهم. والحشوه كتبقى اختياري لكل واحد. وهادو درت ليهم اللوز ايفيلي اللي دهنتهم بالناباج، درت اللوز ايفيلي. وهنا غتسمعوا القرمشه ديالهم، كيجيو غزالين بزاف، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش لعجبكم الفيديو تخليو ليه لايك وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. وهنايا غادي نقطع لكم باش تشوفوا من الداخل، كيجيو خاويين وعامرين بديك الحشوه، ما كيجيوش معجنين. يلا والسلام عليكم الى فيديو القادم باذن الله.